بيبتدي المسلسل ببنت بتنطرد من المنزل لأنها ما دفعتش الإيجار، وفي الشركة بيجي الرئيس الصارم وبيطلب منها القهوة، وبيجي لها اتصال إنها ورثت منزل من خالتها، وتروح للبيت وتنبهر بيه، وفجأة بتلاقي ولد فيه وبيكون مديرها في الشركة، وتقول له ده بيتي انت هنا ليه؟ يقول لها لا ده بيتي أنا، وبيكون بيتها في البيت المجاور ليه، وبيكون على منزلها ديون وبتطلب المساعدة منه لكنه بيهرب، وبتجيلها صديقتها على المنزل وبيشوفها صديق الرئيس وبيعجب بيها، وفي العمل بتسمع من صديقتها ان المدير هيرفض موظفين وتروح بيته تعتذر منه عشان ما يطردهاش، وبتلاقيه ببجامة مضحكة فبتصوره. تاني يوم في الشركة بيطلب يقابلها ويقول لها امسح الصور، بتديله عقد في قواعد يلتزم بيها حتى تمسح الصور، وتقول له لو طردتني من الشركة هنشر الصور، وبعدين في الاجتماع بتديه تقرير وبيكون جواه الصور وبيتصدم ويلغي الاجتماع، وبعدين يجي لها البيت بالعقد وهو موقعه، وتقول له أنا خلاص مسحت الصور، ما بيصدقهاش وبيحاول ياخد منها التليفون فتقع لكنه بيمسكها، ويجي لها اتصال من صديقتها إنها ما انطردتش من العمل، وبعدين بتكون في العمل وبيكون البطل مريض، وتقول له معايا دواء للبرد لكنه ما بيسمعهاش، وتروح عنده بيته علشان تديه الدواء، وبتحط الدواء التقليدي على النار وتمشي، وتروح البيت تلاقي الدواء منتهي الصلاحية، تروح عنده البيت تلاقي حريقة وتاخده عندها البيت وتهتم بيه، ويقول لها هعيش معاكي لأن بيتي اتحرق وانت السبب في الحريقة دي. وتاني يوم بتقول له استأجر غرفة في منزلي وكمان ادفع الإيجار لكنه بيرفض، بعدين بيكون بيحلم ويصحى مخضوض ويروح عندها البيت ويقول لها خلاص هعيش معاكي وتوافق، وبيكون مريض وتهتم بيه، وبتسألها صديقتها هو ليه في بيتك، تقول لها لأنه مستأجر غرفة، وتاني يوم بتعطيه عقد تكتب فيه شروطها ويوافق، ويكون في الحمام ويطلب منها مناديل، تقول له المناديل ب15 يوان وخدمة التوصيل ب10 يوان، وبيتعصب وبعدين بيوافق. وتاني يوم يصحى لابس شراب عليه رسوم أطفال وبتضحك عليه، ويروح العمل وهي كمان وما تعرفش تدخل وتطلب المساعدة منه لكنه بيضحك عليها وما يساعدهاش، وتكون في البيت محضرة الأكل وما يعجبوش ويقول لها قومي، ياخد منها ملابس المطبخ ويعمل الأكل وتدوقه وبتنبهر بيه، يقول لها هاتي حق الأكل. تيجي صديقتها على المنزل ويجي صديقه ويقول له انت ليه عايش مع حبيبتي، لكن بيكون صديقه معجب بصديقة البطلة وبيعتقد انها هي اللي عايشة مع البطل، وبيطلب صديقه من البطلة حسابها ويتعصب البطل، وتقوم هي وصديقتها وبتديها صاع الكهرباء عشان تحمي نفسها من المدير، وهنا بيطرد المدير صديقه من البيت، بيتصل بيها صديق البطل ويعتقد انها بتوعده وبيتعصب عليها ويمشي. تاني يوم يتصل بيها صديقه علشان يشاهدوا فيلم، بيتعصب عليها البطل، وبعدين بيصحوا ويتخانقوا على الحمام مين يدخل الأول، يقول لها خلاص ندخل سوا، ولما بتيجي صديقتها من العمل على البيت بتتصدم وتحاول تخبي المدير، وتكلم صديقتها عليه بالسوء ويجي يسمعهم وتفتكر انهم عايشين سوا، وتقول له هحافظ على السر، وبتحاول تشرح لها البطلة لكنها بتمشي، وتقول له البطلة ان اللي في الشركة هيسيئوا الفهم ان احنا عايشين سوا، هو يقول لها انا موافق ان هم يسيئوا الفهم، تتعصب ويعتذر، وبتكون في العمل على السلم وبتقع عليها لوحة، ولكن بيساعدها ويبعدها عنها وبينجرح وتغير له على الجرح، ويقول لها غيري لي على الجرح مرة تانية، وهي بترفض وتمشي وبتظاهر بالمرض وتقول له انت بتتظاهر، لوحة العرض ما أذتكش للدرجة دي، وبعدين يكونوا ماشيين سوا ورباط حذائها بيكون مفكوك ويربطه لها، ويكونوا بالمكتب ويشوف الصورة اللي صورتها ليه وبيتصدم، بيروح البيت يطلب منها انه يمسحهم بنفسه لكنها بترفض، وبعدين بيكونوا بالبيت ويلاقي البيت فجأة غير مرتب، ويقول لها تخلصي من الفوضى اللي في البيت انت اللي عملتيها لكنها بترفض، ويقول في سره وهو متعصب هي دي امرأة احلامي، وبينظف هو البيت، وبيكون صديقه رايح عنده ويقابل مديرة المنزل
ويقول لها انه رايح عند حبيبته ويشاور على البيت، وتقول له انت رايح عند الزوجين الجداد، يتصدم ويجي البطل لصديقه ويقول له انا قلت لك على سري، انت بتحب يونشي ولا لا؟ ما يردش عليه، يقول له قول ايوه ولا لا. وبتكون البطلة وصديق البطل جالسين سوا بيتفرجوا على فيلم، ويجي البطل ويجلس بينهم وبيمسك هو التليفون ويطلب صديق البطل الطعام، وتقول نجيب يقول لها لا انت ضيفة ما تقوميش، تقول له لا انا صاحبة البيت، يقول لها صديقتك هي صاحبة المنزل، ويقول له البطل انت معجب بصديقتها، وتتفاجئ هي وينبسط البطل لانه مش معجب بالبطلة. وبعدين يجي لها البطل المكتب ويقول لها انا هوصلك كملي الشغل في البيت، وبعدين يروح وراها ويقول لها لو عايزة تقولي حاجة قوليها، تقول له ان الشركة كلها بتتكلم علينا وانت بتقول قدام زملائي يلا نروح البيت سوا، يقول لها احنا عايشين سوا فعلا، فيها ايه لما اقولك روح البيت، تقول له خلي مسافة 3 امتار بيننا. وبعدين بيروح لها المكتب ويشوف شخص بيقع من على السطح، وبعدين بيطلع على السطح وتروح وراه وتجلس جنبه وتنام على كتفه، ولما تصحى يقول لها يلا نروح البيت، وبيكون ماسك ايديها لما يروحوا وتحاول تشيلها ما يرضاش. تاني يوم بيرجع البيت بيلاقي شنطة قدام البيت وكمان مغيرة كلمة المرور، يتصل بيها تقول له ان عقد الايجار بتاعك انتهى، يتصل بيها تاني ويقول لها انا جعان، وتدخله وياكل بالراحة وتطرده من البيت. وبعدين بتكون مع صديقتها وبتتكلم عن المدير وتقول لها انت مريضة بمرض حبك للرئيس، تتصدم البطلة. وبيكون عيد ميلادها وتفرقع بالونة، وبيجي المدير وبيسد ودانها، تتصدم هي وبتديله هدية لأنها افتكرت ان عيد ميلادها نفس يوم ميلادها، لأن كلمة سر البيت هي هي، لكن بيقول لها ان النهاردة مش عيد ميلادي. تحاول تاخدها منه لكن بيمسكها جامد وياخدها، وبتنحرج وتيجي تقوم يمسكها جامد ويقبلها. وتاني يوم يطلب منها انهم ياكلوا سوا وترفض لان عندها معاد مع شخص، فيغير ويتعصب وبيسأل صديقه مين الشخص ده، وان الشخص ده كان بيحبها، ويروح يراقبوهم وييجي صديقه وياخدها ويمشوا ويقعد هو مع الشخص اللي بيحبها، وبعدين يكونوا سوا وتسأله انت معجب بيا، ما يردش عليها وتقول له انا معجبة بيك وفكرتك انت كمان معجب بيا، لكن فجأة يقرب منها ويقبلها ويقول لها اه انا معجب بيكي. وبعدين بيكون مع صديق البطل ويقول لها ان في شخص وقع قدام المدير وهو بيصمم المبنى، وهو بيشعر بالذنب وانه قال لو ما كانش المبنى ده اتبنى ما كانش هتحصل الحادثة. وبعدين بتكون معاه وتكلموا عن الحادث وبيتشاجروا سوا، وتروح البيت عنده تحضنه وتعتذر ليه. تاني يوم بتديله عقد الحب عشان يوقع عليه، ولكنه بيرفض يوقع عليه ويستغرب منها ويعمل نفسه نايم وتصحيه ويقبلها فجأة ويقول لها اقنعيني اني اوقعه. وبيجي لها اتصال ان البيت خالتها اتباع، وتسأل مين اللي باعه، وتيجي ليها والدة البطل وتعتذر منها لانها هي اللي خالتها تعيش في المنزل وهو مش ميراث من خالتها، وانها عملت كده علشان تعيش جنب ابنها، وتقول لها ان الشخص اللي سقط قدام البطل هو والدها، تتصدم البطلة، وان ابنها مصدوم من الحادثة وهي اللي هتعرف تنسيه الحادث. تتصل بيه البطلة وتقول له ان في حادثة ويجي لها، وتكون قاعدة مصدومة وتقول له انها كانت هتشتري فطيرة وان العمة كانت ماشية واستنت عشانها، وفجأة خبطت العمة السيارة، وتقول انها سبب في الحادثة، لو ما كانتش عايزة تشتري ما كانتش العربية خبطتها. بيقول لها ما تلوميش نفسك، وتمسك ايده وتقول له انت كمان ما تلومش نفسك على الحادثة، دي مش غلطتك، اللي حصل من 5 سنين، وتقوله ان الشخص اللي وقع قدامك كان والدي، يتصدم ويعتذر منها وتقوله انت مش السبب، موت والدي ملوش علاقة بيك. بتكون مع والدته وتديها ايجار البيت وتقول لها لا، تقول لها انا خلاص هعيش مع ابنك، وبتضحك الام وبيعيشوا سوا. وبعدين بيكونوا على سطح مبنى الشركة ويقول لها انه خلاص اتغلب على صدمته وهيرجع للتصميم تاني، وبتنتهي القصة.